يخص عايشة فيما يخص الظاهرة دي مدام تاع السبيرال والتيبس اللي اجتاحت معتمديات خاصة من زجاجر وظهرت حتى في الصخيرة والمحرس والغريبة وعقارب. أخيرا الظاهرة دي مدام موجودة أيضا بالولايات الأخرى مثل قفصة والقروان وسيدي بوزيد. معناتها الولايات المجاورة. بالضبط. دونك الظاهرة دي موجودة تاع السبيرال والتيبس للزيتونه سواء الجزئي او حتى الكلي. في الاطار هذه المكان احنا كمندوبيه جهويه تمثيليه قاعدين نتبعوا على مدى الموسم التلافي المتابعه اللصيقه والدوريه للحاله الصحيه لغادات الزيتون. سواء الزيتون اللي حامل للصبا والا الزيتون المشي للصبا. وقت ثم اي اشكاليه ولا حاجه المندوبيه تعلم سلطه الاشراف وبحولها يقوموا بالوجه. فيما يخص الحالات هذه مدام نتاع التيبس اليميديا كونا لجنه جهويه اللي تضم المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه دائره الانتاج النباتي وبالاخص مصلحه تحميه النباتات وضم اهل البحث للزاده معهد الزيتونه وتضم الاداره الفرعيه للحمايه والمراقبه بالجنوب. وقاموا ولا قامت اللجنه هذه بالزيارات الميدانية اللصيقة باش تطلع على أسباب ولا الظواهر هذه متاع الاسبيرال والتيبس. وتبين أنه التيبس هذايا والاسبيرال هذايا متاع الزيتين مأتاه إيسونسيلمون من قلة الأمطار كما تعرفوا احنا صفاقس تعدينا أولا صبت الأمطار نتاع الناول صبت في الدبي نتاع سبتمبر 2020 ولكن مادام بعد دخلنا في خريف جاف ثم شتاء جاف ربيع تراسك جاف صبت شوية هذيك وبعد ذلك صيف جاف وحار. دونك هناك دونك قلة الأمطار والموجة نتاع الحرارة الشديدة اجتاحت البلاد وخاصة ولاية صفاقس.